مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم، تحية طيبة، كل عام وأنتم بخير. تغطية إخبارية جديدة سنأخذ فيها وجهة النظر الاقتصادية وأخبار الاقتصاد في على أهم التطورات الجارية. بالطبع بإذن الله تعالى مع نهاية هذا الشهر سيكون هناك مؤتمر دولي قوي هام جدا ستعده الدولة المصرية، وهو مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، سيكون في نهاية شهر يونيو، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والمقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري. خلال الاجتماع أكد مدبولي دور مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الهام في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة، مشيرا إلى أنه من شأنه أيضا أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نفتح هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو. خلال رئاسة مصطفى مدبولي الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والمقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء دور المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية. أضاف مدبولي أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يحظى باهتمام كبير من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية سعيا لإخراجه في أفضل صورة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، منوها في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسؤولين والمعنيين. وتم خلال الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بتوقيع عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. كما شمل الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الصناعة. المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي، الصحة، التعليم، النقل المستدام، شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة. مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا التقرير، مزيد من التحليل، وسوف نحدد جناح مهم جدا وهو الصناعات المصرية، الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الصناعات الخضراء، حول هذا المؤتمر الهام المصري الأوروبي سنتحدث وسنفتح هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو المهندس علاء عبد ربه، عضو اتحاد الصناعات المصريه. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اسمح لي في البدايه اهنئ الشعب المصري والامه الاسلاميه واهنئ القياده السياسيه واهنئ سياده مصطفى مدبولي بقياده رئاسه الوزراء. كل عام وانت بخير طبعا، وبعيد الأضحى المبارك، والأمة الإسلامية كلها بخير. طيب باشمهندس، يعني في رأيك أهمية مؤتمر زي ده مصري أوروبي سيقام على أرض مصر،
في رأيك ما أهمية هذا المؤتمر لينا كمصريين؟ الحقيقة المؤتمر يعتبر ناتج مجهود أكثر من سنة في محاولة التواصل مع توضيح إمكانيات البلد واللي وصلت له البلد بعد فترة الشغل الطويلة، من طرق، من مواني، من تجهيز بنية تحتية لتصبح البلد قادرة على استقبال واستيعاب هذا الحجم وهذا القدر من المستثمرين اللي جايين في هذا المؤتمر. الحقيقة بالنسبة لنا يعتبر فرصة كبيرة، لأن أوروبا في الوقت الحالي بتبحث على شراكات شابة تقدر تبقى شريكة ليها في المرحلة اللي جاية، علشان تقدر تحول الفكر والتقنية اللي عندها لإنتاج على أرض الواقع تقدر تستفيد به ويستفيد به البلد الشريكة اللي هتقوم بيها معاها بالشراكة. والحمد لله من حسن حظنا أن القيادة السياسية قدرت تقنع الاتحاد الأوروبي بأن احنا نكون من أوائل هذه الشركاء، ووجود هؤلاء الشركاء تقريبا في حوالي 2 مليار دولار في الشراكة في المؤتمر الحالي يعتبر إنجاز وشيء مهم جدا بالنسبة. وطبعا الشراكة المصرية الأوروبية شراكة قديمة ومؤكد أن هي شراكة مهمة جدا. هذا المؤتمر في رأيك هيتم عرض فيه أوجه معينة من الجانب المصري لاجتذاب شراكات أوروبية فيه، ولا أوروبا هتعرض ما تحتاجه هي الأخرى لجذب شراكات مصرية فيه؟ وبعدين لازم نتكلم ان احنا دايما، يعني انا بقول دايما ان التكنولوجيا او النوهاو هي اهم من الأسرار الحربية الان، وهي طبعا سر الحرب الاهم يعني. ففكرة انك انت تجتذب هذه التكنولوجيات وتقدر توطنها، اما تشتريها وده مش في مقدرتنا الوقتي، او نخترعها وايضا ليس في مقدرتنا لكن نجتذبها. هو الحقيقة الأفضل والأنسب بالنسبة لنا إن إحنا يتتفق احتياجاتنا مع رغباتهم، نعم، على أساس إن هو دي نقطة الالتقاء اللي هيبدأ فيها الانطلاق للاستفادة للطرفين، لأن مفيش طرف بيفكر إنه يفيد طرف بدون ما يستفيد. وبالتالي المرحلة اللي احنا فيها دي هي مرحلة الاستفادة بالنسبة للشراكات الأوروبية مع الدولة المصرية. احنا في المرحلة دي في احتياج لهذا النهاو اللي حضرتك اشرت اليه، والفكر والتكنولوجيا المتقدمة جدا، وهم في احتياج لأيدي عاملة تنفذ هذه التكنولوجيا وتجعلها قطعة واضحة على أرض الواقع يقدروا يستفيدوا منها ويستفيد منها العالم حواليهم. نعم. وبالتالي ده هيبقى نقطة انطلاق ان يحصل الشراكة دي بشكل مناسب للطرفين، والنقطة اللي هنلتقي فيها هي دايما نقطة توافق رغباتهم مع امكانياتنا اللي نقدر نقدمها كأيدي عاملة واحتياجاتنا. طيب اسمح لي بس ننوه، نحن نتابع الآن على الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام في الجزء الآخر او نتابعه الآن على الشاشة بكاملها، نفور حجيج بيت الله الحرام من طبعا ركن الحج الأعظم، سينفرون إلى منى لقضاء الليل وجمع الجمرات حتى ينتقلوا غدا بإذن الله تعالى لرمي الجمرات، فلنتابع. كان هذا على الهواء مباشرة نفير حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى بعد قضاء ركن الحج الأكبر والأعظم وهو الوقوف بعرفات. كتبها الله لكل مشتاق ولنا جميعا بإذن الله تعالى، وتقبل الله منهم حجهم ودعاءهم بإذن الله تعالى. أعود للمهندس علاء عبد ربه. يعني باشمهندس كلمنا على أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لمصر وأيضا لأوروبا، دعنا نأخذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو
الاهتمام الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام الأكبر للدولة المصرية، وحقيقة هو يعني الذراع الأهم الآن للنمو الاقتصادي في أي دولة يعني، وده هذا ما أثبته الاقتصاد الجديد طبعًا. الاقتصاد الصيني والاقتصاد طبعًا. الهندي. هل سيكون لهذا القطاع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعني أضم إليها مشروعات الخضراء كما نسميها الآن أو المستدامة، سيكون هناك اهتمام في هذا المؤتمر تحديدا بهذه النوعية؟ هو بالقطع يا فندم ان ده هيكون نواة، لان احنا هيبقى عندنا مجموعة صناعات صغيرة مغذية لهذه الصناعات التي تعتبر في المؤتمر بحجم كبير جدا، ولكنها لا تستغنى في جميع مراحلها عن الصناعات المغذية. بمعنى انا النهاردة لو هعمل عربية، العربية دي فيها أكتر من 5000 قطعة، تحتاج أكتر من 5000 منتج لصناعات صغيرة عشان تقدر تتجمع في الآخر وتعمل عربية. مفيش نجاح بأن نقدر نعمل كل القطع في مكان واحد، لازم يبقى في مجموعة صناعات صغيرة بتخدم هذا القطاع الكبير لكي ينتج ما يهدف لإنتاجه بشكل يفيد الجميع وبإنتاجية كافية للجميع. نعم. أو لخطته يعني كافية الخطة. أكيد. طيب اسمح لي أن نستقبل معنا عبر الإنترنت على الهواء مباشرة الدكتور شريف الديواني مدير قسم الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي، سابقا معي عبر الإنترنت. دكتور شريف تحياتي وأهلا بحضرتك. مساء الخير. يعني في البداية، الشراكة المصرية الأوروبية شراكة قديمة في جميع القطاعات وفي جميع الصناعات، لكن عندما نجد مؤتمر خاص لتعميق الشراكة المصرية الأوروبية، كيف ترى أهمية هذا المؤتمر خاصة في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي بشكل كبير من التضخم ومن التعثر؟ هو حقيقة توقيت المؤتمر اكشلي مهم جدا في الواقع، لأن سواء من وجهة نظر أوروبا أو من وجهة نظر مصر، من التوقيت جاي في بعد أزمتين كبار، أزمة اللي هي الكوفيد وبعدين حرب أوكرانيا، دي تسببت في خلل كبير جدا وخطير في سلاسل الإمداد في العالم، خلت كل الدول في العالم بتعيد تفكير في طريقة تأمين احتياجاتها سواء من المواد الأساسية أو من مستلزمات الإنتاج، من بدل ما تبقى معتمدة على مصدر واحد زي الصين مثلا وهي كانت المورد الأكبر في العالم، إن هي تبص على مصادر متعددة. ومؤتمر من ضمن المحاور الأساسية في المؤتمر، في 5 محاور، أول محور منهم متعلق بمصر، والثاني متعلق باللي حاجة بيسموها نير شورينج، يعني يلاقي مصادر المستلزمات قريبة من الشاطئ بتاعه. فده بالنسبة لأوروبا، هي يعني بتجتهد جدا ومهتمة جدا إنها تلاقي مصادر بديلة، ومصر طبعا مصدر مهم. من وجهة نظر مصر، احنا في ظروفنا الاقتصاديه دلوقتي بعد الاصلاح الاخير وضعها كويس جدا، وابتدت تجذب استثمارات اجنبيه. وضعنا من ناحيه تاريخيا، احنا كنا بنعتمد اساسا على اهميتنا السياسيه او الجيوسياسيه في علاقاتنا الدوليه. دلوقتي اصبح لنا بعد جديد خالص، وهو الاهتمام باقتصادنا وبموقعنا كمكان جاذب للاستثمار في قطاعات كثيرة، وباعتبار ان انا بشتغل في مجال التحول الاخضر. نعم. والاستثمار في المناخ، اعمال المناخ ومثل هذه المشاريع، سعيد جدا الاقي ان حيز مهم جدا موجود في المؤتمر مهتم بالتحول الاخضر، وطبعا الهيدروجين الاخضر والى اخره، واللي هو اهتمام اوروبا في نفس الوقت. طيب اسمح لي اسالك سؤال في هذه النقطه تحديدا،
التحول الأخضر ما زال تحول مكلف وسيستغرق أعوام حتى يعني يتم أو يكون له عائد اقتصادي حقيقي، مع عدم الإغفال طبعا أن العائد الاقتصادي الأهم منه وهو الحفاظ على المناخ وصحة الإنسان والزراعة ومقدرات الحياة على الكرة الأرضية التي بدأ دخولها بشكل اقتصادي داخل الاقتصاد وحسابات الاقتصاد. لكن ما زال التحول الأخضر مكلف، وما زالت البدائل والفرص البديلة أرخص وأسرع وموجودة. كيف ترى أن يعني مثل هذه النقطة تحديدا حينما نتحدث مع الجانب الأوروبي أو الجانب الصيني، أو يتحدث الأوروبيون والأمريكان في محاولات لإقناعهم بإصلاح الضرر، حتى يعني حتى الآن لم نجد عائد؟ لا هقول لك، انا سعيد ان حضرتك بتسالني السؤال ده، لان المنظومه دي اتغيرت في قطاعات كتير جدا. نعم. وناخد مصر بالذات في الحاله المصريه مثلا، هدي حضرتك سبيل المثال، لما حصل تحرير لاسعار الطاقه سواء الكهرباء او الديزل في الكام سنه اللي فاتوا دول، الاقتصاديات بتاعت موضوع التحول الاخضر والتوجه نحو موارد الطاقه المتجدده أصبحت في صف أو يعني البديل المتجدد أقل تكلفة من الموارد الأساسية، خصوصا برضو مع ارتفاع أسعار البترول في العالم والغاز، ده تسبب إلى تغير في المنظومة دي. ولو لا تتخيل عدد الشركات اللي بتيجي المكتب عندي، الشركة عندي يعني عايزة تشتغل في هذا التحول، لان فعلا الاقتصاديات كده. مثلا على سبيل المثال قطاع النقل والسياحه، ده قطاع مهم جدا لمصر، ده بيتوجه بصفه جديه جدا وسريعه اكتر ما كنا نتخيل، لان طبعا اسعار الطاقه اصبحت عاليه جدا اللي هي الطاقه التقليديه يعني. نعم. فالاستثمارات بتجيب عائدها، وبالتالي هتلاقي في تحول مهم جدا. المباني نفس الحكايه، والمياه يعني. نعم. مثلا اسعار تكلفه المياه دلوقتي زادت سواء هنا او بره، يعني في اقتصاديات جديده في حاجات كتير جدا، بتلاقي ان المنظومه دي او اتغيرت وبقت لصالح التحول الاخضر. نعم. فهتلاقي الفتره اللي جايه دي الاجانب، هقول اخر نقطه حضرتك عايز اقولها اوضحها مهمه جدا، ان راس المال دلوقتي في العالم، احنا كل سنه في العالم كله في حوالي 4 تريليون دولار بيخشوا كاستثمارات جديده على على الموجود، بيدوروا على استثمارات. نص هذه الاستثمارات 2 تريليون منهم دولار في العالم، خاصه طبعا كاستثمار خاص، خاص بالاقتصاد المستدام والاقتصاد الاخضر، او موجه لهذا المنطقه، ولا مليم الا لما يتأكد من ذلك. نعم. مستدام أو طيب أخر. أرجوك ابقى معي دكتور شريف، وضيفي في الاستوديو المهندس علاء عبد ربه عضو اتحاد الصناعات. باشمهندس علاء، لما نيجي نتكلم هنا عن توحيد وجهات النظر، يعني الاتحاد الأوروبي عارفين أنه هو ليه كريتيريا معينة أو طبعا ليه معايير معينة، وكلها توجهت الآن نحو الأخطر. لما نيجي نتكلم عن توحيد هذه المعايير، وان احنا يكون عندنا شركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اللي ربما يكون يعني العمل على هذه المعايير وإيجاد السير عليها يكون صعب جدا بالنسبة، ممكن شركات كبيرة تقدر عليها إيجاد هذه النقاط التفاهم، عشان يكون شركاتنا وخاصة القطاع الخاص وتحفيز القطاع الخاص اللي الحكومة ماشية عليه، تقدر تبقى في شراكات حقيقية وتقدر تسير عشان تظبط معاييرها مع معايير الاتحاد الأوروبي. تمام. هو فعلا جزء كبير من الشركات الأوروبية دي بيبقى دعم في سياق الحفاظ على البيئة، بمعنى ان هو بيعمل دورات للشركات اللي عايزه تشاركه في هذا المجال، بمعنى ان هو بينفق في جزء الانفيرمنت في هذا المجال. في جزء ما، لو انت عايز تعمل فنتليشن بشكل كويس، لو انت عايز تعمل تهويه بشكل كويس، حاجه بيئيه، عايز تعمل ما يحافظ على البيئه من خلال انتاجك، الجزء اللي هو هتتعاون فيه معاه، لان هو مش هيتعاون غير اللي على مستوى بيئي متفق معاه.
مش هيتعاون مع اي شخص موجود بينتج الجزء ده، لا هيقول له لازم تبقى على مستوى 1 2 3 1 2 3 دول. طب انا عندي واحد وعايز 2 و3، طب انا هساعدك فيهم. ما هي بقى هنا المشروعات الصغيره والمتوسطه ما عندوش القدرات على انه يكون او يمشي يعمل المنظومه. لو احنا هيعمل منظومه مثلا تهويه زي ما حضرتك قلت لك في مصنع كبير غير مصنع صغير والتكلفه ده، هل هو هيساعد فيها؟ هو بيساعد فينا. هو فعليا انا كان ليا تجربه سابقه في سنه 2007 من احد الدول الاوروبيه في هذا السياق، واتحط لي بادجت في السياق ده للنو هاو والمحافظه على البيئه. بس هو ما بيساعدش معايا في معدات انتاج، ما بيساعدش معايا في مواد خام، هو بيساعد معايا في جزئيتين: الحفاظ على البيئه وان ينقل لي نو هاو. طيب ما هو برضه النو هاو محتاج معدات، والحفاظ على البيئه محتاج معدات ممكن تكون حديثه شويه او اكثر حداثه من اللي موجوده عندنا علشان حتى نحقق نقطة الحفاظ على البيئة، عدم استهلاك كهرباء كتير، عدم تضييع مثلا وقت بتكون مور اوتوميتد او اكثر يعني معتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل اكبر. تمام. لما قدمنا كيسز او حالات بالشكل ده، اتوافق فيها على الحالات اللي هي بتحافظ فعلا على البيئة، بمعنى انه لو بيعمل مثلا منتج معين وبيعمله اوبن اير، طب انا لو عملت كلوزد لوب ده هيحافظ على البيئة، لان مفيش اي فيبر، مفيش اي ابخره، مفيش اي منتج يلوث البيئه. بتقدر تثبت ده، بيدفع لك النسبه الاكبر، والباقي لو احتجت لون تدفعه على اللونج لايف على المدى الطويل ما بيبقاش عنده مشكله. لازم يعني كانجينيرنج هندسيا تثبت ان هذا الجزء ينطلي تحت استخدامات او تحت توفير بيئه جيده، وبالتالي انت بيقدر يساهمك فيه. باستثناء ده بيساهم مع حضرتك في جزئيتين زي ما قلت لحضرتك، وضحت في بدايه الفقره، الحفاظ على البيئه بشكل مباشر او النو هاو بشكل مباشر. نعم. طيب اعود لضيفي الدكتور شريف الديواني مدير قسم الشرق الاوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي. جزء اهم هنا يا دكتور فكره ان التعاون دايما كانت الناس او يعني الفكر الاقتصادي القديم ان التمويل هو المشكله، لكن حاليا لم يعد التمويل هو المشكله، هي المشكله في النو هاو او في التكنولوجيا او في نقل التكنولوجيا تحديدا. فالتكنولوجيا ليها ابعاد مختلفه الان، والذكاء الاصطناعي فكره اما ان اشتري هذه التكنولوجيا، وهو بعيد حاليا عن مصر لانها هي اغلى من الاسرار الحربيه حقيقه لدى الدول، ولن نستطيع تكلفتها. فكره ان نحاول صناعه هذه التكنولوجيا او اختراعها من جديد سنتأخر كثيرا، والحل الوحيد أمام مصر الآن هو المشاركة لنقل هذه التكنولوجيا بالشراكة. تحديدا في هذه النقطة، كيف ترى إمكانيات مثل هذا المؤتمر أن يساعدنا للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة وقطع المسافات التي أصبحت ربما مسافات ضوئية الآن بين التكنولوجيات التي لدينا ولديهم؟ سؤال جميل جدا جدا. هقول لحضرتك، هو طبعا التكنولوجيا بتنتقل مع الاستثمار مطرح ما بيروح. يعني لو شركات مثلا، هدي مثال واضح ومهم لمصر ومهم للاتحاد الاوروبي، وهيبقى على حسب معلوماتي هو البرنامج المعلن دلوقتي ما بيشملش استثمارات في الصحه، انما عرفت ان في تعديل بيحصل على البرنامج وان هيبقى في جزء خاص بالصحه والتطبيقات الصحيه والاستثمار في اداره المستشفيات والى اخره. نعم. والمعامل والى اخره، وده داخل فيها جزء تكنولوجي كبير جدا اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. فلو تخيلنا مثلا ان في شركه اوروبيه المانيه مثلا او فرنسيه جايه بتستثمر في مصر في هذا المجال، فهي بتجيب معاها مثل هذه التكنولوجيا وبتطبقها، لان هي تطبيق التكنولوجيا دي في حد ذاتها بيخلي كفاءتها اعلى وتكلفتها اقل، وبالتالي بتقدر تنافس احسن. فهي نقل التكنولوجيا بيجي مع انتقاله مع راس المال وتشجيع دخول القطاع الخاص الاجنبي بالشراكه مع المصري لجذب مثل هذه التكنولوجيات. ده نعم. بينطبق على اي قطاع، على اي ممكن نتكلم فيه. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور شريف الديواني مدير قسم الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي سابقا، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وأعود لضيفي في الاستوديو المهندس علاء عبد ربه عضو اتحاد الصناعات. ما المأمول من مؤتمر مثل هذا كصناعات مصرية؟ احنا عايزين نوصل ل 100 مليون
الهدف المصري الآن أن نوصل ل 100 مليون تصدير. أغلب صادراتنا هو ما يحتاجه العالم الآن من خضر وفاكهة، ليس لدينا مواد تكنولوجية نصدرها حقيقة، نحتاج إلى أن ندخل لمجالات جديدة. بدأنا نصنع موبايلات في مصر ونتمنى أن يتم تصديرها قريبا، السيارات الكهربائية طبعا. مستوى العالم، يعني يمكن اسمح لي أن أنا أذكر منذ أيام الصين احتجت وستقدم شكوى لمؤسسة التجارة العالمية بسبب أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوم عالية على السيارات الكهربائية الصينية. لأنها تنافس حصل. السيارات الأوروبية حصل. في هذا ربما يكون لدينا فرصة، ولكن ليس لدينا صناعة سيارات حقيقية حتى الآن، خاصة السيارات الكهربائية. كيف نستفيد من هذه الفرص؟ هي طبعا الفرصة سامحة في الوقت الحالي، لأن فعليا مش العربيات بس اللي الاتحاد الأوروبي مانع أو هيصدر قرارات بمنع استخداماتها، منتجات كتير جدا بتصدر حاليا من الصين هتبدأ يحط عليها ضوابط تصديرية، وطبعا فرصتنا سامحة لأن احنا عندنا المواد الخام متوفرة بشكل كويس في من الرمال ومن أسس للشبات وما إلى ذلك أثناء تصنيع شبات الموبايلات أو شاشات التلفزيون. عندنا الأرض نقدر نعمل عليها مصانع، عندنا المؤتمرات بدأنا فيها أن احنا نجيب شركاء أوروبيين عندهم النهاو لكيفية تحويل هذه المواد الخام وهذه الصناعة الماهرة إلى منتج نهائي نقدر نصدر به منتجاتنا من على أرضنا المصرية، بدل البديل للعقوبات اللي هتنزل على دول أخرى نتيجة إغراقها للأسواق الأوروبية أو الأسواق الأمريكية. وده كان ليه نظر يعني زي ما بقول لحضرتك كده من اكتر من سنه، اللي نتائجها كان المؤتمر الحالي ده، لان طبعا المؤتمر ده ناتج مجهود وشغل من سنين طويله على ارض مصر، وكذلك برضو ناتج مجهود سياسيه من الخارج عشان نقدر نجذب هذه الاموال ورؤوس الاموال والنوهاو اللي هتساعدنا في تحويلنا من بلد بتنتج مواد خام بشكل جيد جدا لبلد بتنتج منتج نهائي نقدر ننافس بيه على مستوى العالم بوجود النوهاو مساندة للمواد الخام والأيد العاملة. طيب اسمح لي أسألك سؤال ربما يكون محرج قليلا، وهو فكرة أن احنا عندنا دايما مصر معروفة بتنوع الشراكات، حتى على مستوى السلاح يمكن مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها تنوع في الأسلحة، والجند المقاتل المصري عنده الخبرة في التعامل مع جميع أنواع الأسلحة، وعندنا صناعة سلاح وبدأت يعني تتطور. يمكن من يومين كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بيتحدث عن البريكس، وقبليها بأيام كان عندنا مؤتمر بنك التنمية الجديد اللي هو تابع للبريكس. في هذه الحالة هناك علاقات مع أوروبا، علاقات مع أمريكا، احنا بنتكلم على العلاقات الاقتصادية والسياسية واليوم الاثنين مرتبطين ببعض، عندنا علاقات مع الصين أيضا وعلاقات جيدة، وكنا منذ شهر تقريبا في مؤتمر إفريقيا والصين والعرب والصين. يعني هل ربما تؤثر مثل هذه الشراكات مع الاتحاد الأوروبي في حين أنه هو بيعمل نوع من أنواع الإيقاف للصين، يعني ستتعقد الأمور بالنسبة لنا، أم ترى أن تنوع الشركات هو الأحدث والأحسن لنا؟ هو لا لا، يعني اللي أنا أقدر أؤكده لحضرتك أن خلال العشر سنوات اللي مروا إحنا شفنا القيادة السياسية قادرة تواكب كل السياسات وتعمل مصالحة مع الجميع وتقدر تطلع ناتج إيجابي مع الجميع في نفس الوقت. وده حصل في الأزمة اللي فاتت بين روسيا وأوكرانيا وبين أمريكا وروسيا أو أوروبا وروسيا، لازلنا شركاء مع الجميع وعلى نفس المسافة من القرب من الجميع، وبنقدر نتعامل مع الجميع، ودي مقدرة سياسية قبل ما تبقى مقدرة إنتاجية، ودي الحمد لله احنا قادرين عليها، وبقيادة السيد الرئيس طبعا الفترة اللي فاتت دي اوضحت ده واكدته ان احنا قادرين نكون على قرب من الجميع في نفس الوقت، ومن ضمنهم كمان الاشقاء العرب، يعني احنا على مقربة واحدة من كل الدول ومن كل الناس، ولينا علاقات طيبة مع الجميع، ودي مقدرة سياسية صعب تحقيقها يعني الحقيقة. نعم. طيب خليني انا عايز اتكلم على التحديات اللي بتواجه الصناعة، بس قبل ما ادخل على التحديات خليني اسالك على تحدي مهم جدا وهو افريقيا، الدخول الى افريقيا، ان احنا نكون قلب افريقيا،
علاقات اقتصادية هامة، لنا مكانة مهمة في الأفارقة، لكن عندنا مشاكل لوجستية، مشاكل لتوصيل الصناعة، نفس الصناعات الدول الأوروبية بتوفر لهم التكنولوجيات أسرع مننا، لأن في نوع علاقة قديمة من الاستعمار الأوروبي لإفريقيا وغيره. خليني أبدأ بالتحديات اللي بتواجهنا للدخول للسوق الإفريقي وللتصنيع للسوق الإفريقي واستخدام الخامات بتاعتنا واستخدام الخامات بتاعتهم. الحقيقة أنا سعيد بسؤال سعادتك جدا، وأرجو يكون في ساعة صدر وأنا أوضح لحضرتك الدنيا هنا فين وهنا فين. وخلينا ندخل منها بقى التحديات للصناعة المصرية كلها، يعني زيادة الصناعة. قلنا كل ما هو جميل، بس ما دام بقى على أرض الواقع يبقى لازم نذكر ما هو فعليا على أرض الواقع. الحقيقة لما بنعمل مقارنة سريعة ما بين أي استثمارات في أي دولة من الدول الشقيقة أو من الدول الأفريقية، بتلاقي التكنولوجيا بتتقدم، المعاملات ما بين المستثمر وما بين القائمين على تنفيذ متطلباته. احنا هنا لازلنا برضو بنتعامل فيس تو فيس مع شخص في مؤسسة، في هيئة ما، في أي مكان، وزارة، في أي مكان، اللي هو بيدينا الفاسيليتيز الأولانية اللي هنخطو بيها أول خطوة عشان نتحرك. بتجد ان القيادات العليا كلها مؤهله وانها ما عندهاش اي مشكله انها تعمل لك اللي انت عايزه، بس اللي بيتعامل فيس تو فيس لازال محتاج تاهيل لمرحله كبيره جدا علشان يقدر يتعامل مع الشخص ويحقق له اهدافه بسرعه لغايه ما نوصل للرقميه في كل حاجه. بمعنى ان انا لما يكون لي ريكويست، انا او لي طلب، انا احط الطلب ده على شاشه اللابتوب بتاعي، ابعته ايميل، ابعته ايميل، وكمان انت طالب ايه؟ طالب لي صوره بطاقه اعملها لك داونلود، طالب لي صوره للمصنع. هم عندهم مشاكل في هذا الان، احنا لازلنا عندنا مشاكل في الحته دي كبيره. كل الاشقاء وكل الدول اللي بتنافس معانا في السوق حاليا كلها بتشتغل اونلاين، انت ما بتحتاجش تروح اداره. ثم عندهم مشاكل تانية، منها مشاكل الانتر بانك والتبادل البنكي وتبادل الفلوس، واحنا يمكن في حلقه سابقه تحدثنا ليه بنوكنا المصريه ما عندهاش فروع. خلينا نكون صراحه، المغرب عندها فروع في مش في مصر، ده في كل، يعني في 40 من 50 دولة أو أكتر من 40 دولة من ال 50 دولة الإفريقية. ليه إحنا بنوك، خلينا نتكلم بشكل صريح، بنك زي بنك مصر الأهلي، والبنك الأهلي أكبر بنكين حكوميين في مصر، ليه ما لهمش فروع في الدول الإفريقية تحافظ على المستثمر المصري ونقل فلوسه وحقوقه وغيره يعني؟ والله ده طبعا بيرجع لسياسات ماليه اقتصاديه. اعتقد ان في ظل الاتجاه الصناعي وفي ظل التبادل التجاري اللي احنا بنسعى عليه في الوقت الحالي، هيبقى خطوه من الخطوات اللي بتفرض نفسها على الاقتصاد انه يتم. نعم. طيب اخيرا لو هنتكلم في التحديات اللي بتواجه الصناعه سريعا كده عشان لو في وقت لو في وقت. لا هو للاسف ما فيش وقت، يعني في 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 كم نقطه سريعه. هو سريعا بس احنا بنامل ان يبقى في اماكن لتدريب الستاف اللي بيتعامل التنفيذي اللي بيتعامل مع المستثمرين بشكل مباشر، اللي هو الستاف التنفيذي الخاص بالوزارات والهيئات. نعم. علشان يقدر يسهل لهم. طب فين الشباك الواحد؟ ما هو بص حضرتك، هو مش شاعر ان جزء في المنظومة، هو مش شاعر ان هو شريك معايا في النجاح، هو مش شاعر ان هو شريك في تقدم هذه البلد، فهو بيحاول يعرقل، هو بالعكس هو بيشوف انه لما بيمضي بيبقى مسؤول ولما بيمضيش بيبقاش مسؤول. وبالتالي هو نهجه، هو بيشتغل بالنهج ده. احنا نتمنى ان يبقى في تنمية مهارات، تنمية للاشخاص نفسهم اللي بيتعاملوا مع المتعامل المستثمر، على اساس ان هم يشعروا ان جزء من هذه التنمية، انهم جزء من هذه التنمية، جزء من هذا الاستثمار، على اساس ان هم يدفعوا لقدام، مش دايما هو بيحس ان هو بيحارب علشان يقدر يجتاز هذا الموظف عشان يوصل بس ان حد بعديه يشوف الورق. نعم. ده اساس الموضوع، ده جزء الموضوع. مهم، ده جزء مهم جدا يعني الحقيقه، الأهم. جدا يعني. نعم. الحقيقه مهم. انا بشكرك جداً. شكرا جزيلا المهندس علاء عبد الرب، عضو اتحاد الصناعات المصريه، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. وبشكر الضيف الاخر الدكتور شريف الديواني، مدير قسم الشرق الاوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي، سابقا كان معي عبر الانترنت على الهواء مباشره. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. كنا نتحدث عن المؤتمر المصري الأوروبي الذي سيعقد في نهاية هذا الشهر، وأهمية هذا المؤتمر خاصة للقطاع الخاص وللصناعات الصغيرة والمتوسطة، والجزء الأهم الذي دخل حديثا للاقتصاد وهو الاقتصاد الأخضر. كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم عيدا مباركا عليكم جميعا. وتابعنا منذ قليل وسنتابع الآن نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر منى، فلنتابع. إلى اللقاء.